هيكون معانا دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، لانه كمان لازم نحييه النهارده لانه اللي عمله النهارده في العرض ودائما بمنتهى الامانه. سياده الرئيس شكر، وشكر رئيس الوزراء، وشكر وزير التعليم العالي. دكتور طارق شوقي سياده الوزير، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. النهارده بشكل واضح سياده الرئيس كلام واضح على التعليم، كلام واضح على الخطة اللي الدولة حطيتها بقالها 4-5 سنين بتشتغل عليها. النهاردة وصلنا أو بنصل للنتيجة اللي احنا كنا نتمناها واللي كان الجميع بيشكك فيها. والله احنا بس كنا حابين، يمكن مش قادرين نشرح طول الوقت بما يكفي، انه الموضوع ده ابتدى من 2014. احنا سادس سنة يمكن ماشيين في الطريق ده، وحصل فيه استثمارات هائلة وبنحاول نعالج تحديات كبيرة جدا. طبعا كان لازم حضرتك تعمل اختيارات، يعني نبتدي منين كخطوة أولى ونكمل عليها، بس احنا كدولة شايفين الطريق ده من الأول. والناس طبعا في ناس بتخشى التغيير، وفي ناس بتشكك فيه، وناس بتحافظ على مصالح مرتبطة بالنظام القديم يعني اللي كان سائد. المزيج ده كان خلى المسألة أصعب شوية، بس النهاردة جات لنا فرصة نشرح للناس عموما إيه الفكرة، وإحنا ماشيين في أنه طريق، وإيه اللي خلى التصنيف بتاعنا يرتفع في التصنيفات الدولية، وشكل التعاون بين التعليم قبل الجامعي والجامعي، إنها رؤية الدولة ككل، وكمان المشاكل اللي هتاخد وقت عشان تتحل. يعني دولة رئيس الوزراء اتكلم على مشكلة الكثافات، عشان الناس تبقى عارفة ان رغم الجهد المبذول والمصروفات الا انه الزيادة السكانية تبتلع كل ما نفعل. وده مش ينطبق بس على الابنية التعليمية، على فكرة هو الاعداد اللي بتزيد دي بتستهلك كتب بارقام هائلة، وبتستهلك بنضطر نجيب معلمين اكتر، ومش بس فصول اكتر، يعني منظومة فيها عناصر كتير جدا. وبالتالي لازم نفكر مع بعض، يعني بنحب نشارك الناس احنا ماشيين في الطريق ده ليه، وبنحاول ازاي نتعامل مع الكثافة بطرق مبتكرة عشان نتبين كلنا الطريق. فده اللي حصل النهاردة يعني في المجمل. لا، وبشكل عام كمان سيادتك شرحت ان احنا النهاردة بقى عندنا بنوك الأسئلة، بقى عندنا مركز قومي، وحضرتك أشدت يعني أشدت بالجميع في وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها، وبالتالي احنا النهاردة هنعمل الامتحانات بتاعتنا. ده كان نقطة مهمة جدا حقيقة. أصل احنا في الوزارة فخورين بشوية حاجات يبدو انها وراء الستار. يعني سهل قوي ان حضرتك لو معاك فلوس تشتري منتج جاهز، سواء بقى كان برنامج سوفت وير، سواء كان محتوى، سواء كان كتاب، او تشتريه جاهز يعني. لا، احنا مش بنعمل كده، احنا بنروح نتعاقد مع الترسي، مش بنجيب البدله. بنحب ان هو يعلمنا افصل ازاي. فاحنا علمنا الناس في مركز تطوير المناهج اللي كان لسنوات لا يشارك في بناء الكتب، وده شيء غريب جدا. من اول 2017 ازحنا عنه يعني هذا التراب، والنهارده يمكن العنصر الرئيسي في كل حضرتك شايفه، من اول الكتب الجديده الى مراجعه المحتوى الرقمي. حتى المحتوى الرقمي اللي بنجيبه ممكن نجيبه من بره، بس بيترجم وبيراجع وبيتحط في صبغه مصريه. كل ده بيحصل في مركز تطوير المناهج، فده احنا فخورين بيه وبنحب نشير اليه طبعا، لان ده اللي يطمنا انه كمان التطوير يظل مستمر. يعني بقى في استثمار في الكوادر اللي جوه الوزاره. نفس القصه دي موجوده في مركز الامتحانات. مركز الامتحانات، وهو طبعا حضرتك عارف موضوع الامتحانات في العالم كله بيزنس كبير جدا. يعني الامتحانات الدبلومه الامريكيه وامتحانات الشهاده البريطانيه دي ما هي الا مؤسسات بتنتج بنوك اسئله وبترجع تبيعها حول العالم. احنا الصنعه دي تعلمناها منهم من اول سنه 18 لما دخلنا اجهزه التابلت في اولى ثانوي، وابتدينا نعمل الامتحانات اللي بالنوع ده. دربنا الناس في مركز القومي للامتحانات اللي هم تمرسوا على هذا. طبعا حضرتك محتاج معلمين في كل المواد لكل الاعمار. فبنينا بنوك لاولى ثانوي والتانيه ثانوي، بنوك لكل ماده ولكل مخرج تعلم، يعني عمليه كبيره جدا. وعشان كده
الشركات دي بتحافظ على البنوك دي بحرص شديد لانه ده القيمه اللي عندهم. فاحنا سعداء ان بقى عندنا بنوك اسئله تسمح لنا ان احنا نمتحن ولادنا في اولى وثانيه وثالثه ثانوي من خلالها. ووقت الكورونا احنا استخدمنا هذه البنوك وهذه الامكانيات وصلنا لاولادنا خارج مصر وابتدينا نشعر لا احنا بقى عندنا امكانيه ننافس او نناطح يعني الدول الاجنبيه. يعني احنا كده ممكن نرخص مدارس مصريه بمناهج مصريه وامتحانات مصريه خارج مصر زي ما الانجليز بيرخصوا مدارس بريطانيه. نقدر احنا دلوقتي كده نقدر نعمل كده او هنعمل كده. يعني اعتقد ان الجمله دي لوحدها انجاز كبير جدا لازم نفخر بيه يا استاذ احمد. احنا ممكن نصدر ده مش بس نستورده. احنا خدنا المعرفه منهم وبنبني عليها وماشي بنطبقناها كذا سنه ورا بعض الى ان وصلنا للنقطه اللي تسمح لنا نعمل امتحان محوري زي الثانويه العامه بدون ورق وبدون كنترولات وبدون عنصر بشري زي ما حضرتك سمعت النهارده. ده كله شيء كنا بنحلم بيه من زمان الحقيقه، اللي هو يخلي يرفع عن كاهل الاسره المصريه الرعب ده والتكلفة المرتبطة بيه ويخلي ولادنا تتفرغ للتعلم بدل ما هي عايشة في حالة رعب بسبب نمرة ونص نمرة ممكن تغير حياتهم. عاوزين نديهم فرص أكتر نخليهم يستمتعوا بالتعليم ما تبقاش معركة بهذا الشكل. احنا قربنا جدا من النقطة دي وده اللي كنا بنحاول نقوله النهاردة عشان الناس تربط الحاجات اللي شايفها ببعض. وطبعا كلمنا على المناهج الجديدة في ابتدائي بقى اللي هي الاستثمار الأهم والأبقى. أيوة. برضو اتعمل منه يمكن 5 سنوات دلوقتي وبنبني 3 كمان هنخلصهم خلال شهور. فده برضو شيء مهم جدا نبقى عارفينه لأن ده هيغير شكل التعليم المصري بالكامل. سيادة الوزير اليوم النهاردة سيادة الرئيس ركز على نقطة مهمة وأنا مجهزة وكمان محتاج حضرتك نتابعها مع بعض، اللي هي اللي شككوا في خطة الدولة لتطوير التعليم، فمحتاج حضرتك نسمعها مع بعض عشان النهارده بنرد بشكل عملي لان هما بيشككوا في كل حاجه. حضرتك اسمع معانا كمان ايه اللي كان بيحصل وازاي حضرتك صمت امام هذه الحملات التي تشكك في التربيه والتعليم والتعليم وخطه الدوله. يوسف رقم 1 لو سمحت. رقم 1 جاهز يا يوسف؟ جاهز رقم 1؟ يلا. وزير التعليم الحالي يقول لك هنطور التعليم التجريبي وقال بعض التفاصيل نغير نشقلب نطور، ما قالش ايه هي الخطه المتكامله للتعليم، هنطور خلال قد ايه وهنطور ايه وايه الشريحه المستهدفه في الاول وايه الشرايح اللي هتتضم بعد كده. مشروع المدارس الياباني فشل فشلا ذريعا. المهم ان الوزير التعليم بيطور التعليم مع تعليم عفن وعن قصد. التعليم عفن وعن قصد. الخازوق اللي عمله طارق شوقي في نظامه التعليم الجديد انه بيكره دخول العام الدراسي كراهية التحريم. الثانوية العامة بقت على 3 سنوات، اخر سنة في الثانوية العامة هي دي السنة اللي بتتكهرب فيها البيت والدنيا بتضلم وحالة طوارئ قصوى وحالة استعداد للحرب. عايز تدخل ثانوي؟ شاطر مش شاطر ده موضوع ما يخصناش، مالكش دعوة بالقصة دي، دي خطورته. تعالى بقى نتنقل من كورونا الصحة إلى كورونا التعليم. مفيش نجاح ولا صوت ولا درجات، طب نخش نعمل ايه؟ نور عين البلد شبابها بتوع الثانوية العامة، الوزير عايز يضحي بيهم كده؟ لا، تعالوا نشوف طارق بيه شوقي وهو بيتكلم عن الأبحاث. أنا كده كده هتكلم على الثانوية النهاردة بصراحة، أنا مش عارف بقى يعني أنا مش عايز أقول وزير ولا بتاع ومش عايز أقول كلام تاني، ولا إحنا نبوظ التعليم في أولى وثانية ثانوي عادي بس ثالثة لا. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها رؤيه طارق شوقي لتوطين التعليم. طارق شوقي عرض خارج اجتماع رؤيته. مين طارق شوقي؟ مين طارق شوقي اللي بيعرض لي رؤيته لتطوير؟ وايه هي رؤيه طارق شوقي؟ اللي بيحصل في التعليم في مصر خاصه ان طارق شوقي طالع يقول لنا كلام ويقول لك ان سيسي بيعلن عن نظام جديد للتعليم الشهر الجاري وبيجربه في طلبه الثانويه العامه. دي مدارس مصر لا هتبقى قد الدنيا. الوزير التعليم سيادة الوزير هذا جزء من الحملات التشكيك، مش هنتقدم خطوه، مش بتشوف هذا الكلام كنت ازاي سيادتك في هذا الوقت؟ يعني طبعا في الاول كان شيء مؤلم الحقيقه ان نرى نبقى بنعمل جهد هائل وبحماس شديد ونشوف هذا النوع من
يعني ساعات تطاول شديد واستنكار شديد، مع ان احنا لم يعني نقل كلمة عن احد ولا شككنا في مخلوق ولا ردينا الحقيقة. صح. كان اهتمامنا كله ان احنا نكمل ونكمل اللي بنعمله، ولعله يجي يوم الناس تربط ده ببعضه وتشوف ايه اللي ممكن نوصل اليه. والمحك في الاخر هو تصنيفنا العالمي زي ما قلت لحضرتك، اللي تقدم عشرات الدرجات في زمن قصير جدا جدا بسبب اللي قدرنا نخلصه في مصر. يمكن الاهالي اللي ولادهم في المراحل الابتدائيه كلهم عندهم الكتب الجديده ويروا رؤيه العين ما تم انجازه، وفي الولاد اللي في ثانوي برضو الولاد اللي في ثانوي اتمرنوا على الاسئله دي، واحنا بنسمع من الاولاد مباشرة. الولاد اللي رايحين ثالثة ثانوي سعداء جدا بفكرة الفرص الكتيرة، وان الثانوية العامة لم تعد الكابوس بتاع زمان. فالرؤية اللي هم استنكروها في مرحلة من المراحل أتت إلينا بالنتائج دي كلها لو كنا صبرنا عليها شوية. إنما برضو في جزئين من المعارضة دي يا أستاذ أحمد. طبعا. واحد حضرتك هتلاقي أخبار معينة تلاقيها على الجزيرة ورصد كده في ساعتها، دي طبعا مفهوم من وراءها وليه، وهي بتتكرر مش بس في التعليم، يعني بتتكرر في الري في الزراعة في أي حتة بنعمل فيها إنجاز هتجد النغمة دي. فده جزء كلنا فاهمينه والوعي بتاعنا يسمح لنا ان احنا نفهمه. الجزء الثاني انه طبعا الانتقال من نظام تعليم مترهل جدا قعدنا بسنين الى ما نحلم به، في مصالح كتيرة جدا هتستغرب حضرتك، مكافآت وحوافز ومكاسب من طباعة كتب ومكاسب من كتب خارجية ومكاسب من سنترز ومكاسب من ان انا اعرف حاجة واحدة ومش عاوز اتعلم حاجة تانية هشتغل بيها طول عمري. كل الناس دول كانوا مش متحمسين للقضية، لانه لا يعنيهم التعليم في المقام الاول، يعنيهم الكسب فقط على حساب ولادنا وعلى حساب اهاليهم. والاهالي اللي بتدفعوا في الدروس الخصوصيه شيء مفزع، بنحاول نوفره عليهم وان شاء الله السنه دي ننجح في هذا، وده كان جزء من الخطه. فاعتقد انه هي بتصب في الاخر في مصلحه ولادنا، كل يهمنا هو الولاد. كل المشككين تعبونا وتطولوا علينا بالقول وعلى كل افراد الوزاره للاسف، ولكن يمكن النهارده كان يوم جميل من ناحيه ان احنا نشوف ازاي الرؤيه دي واخدانا او رايحين بيها فين، وان شاء الله نحل مشاكل اكتر كل شهر وكل سنه ننتقل الى نقطه اعلى. بس المهم اولياء الامور ينضموا. لا النهارده سياده الوزير بنقول على ارضيه صلبه بالنسبه للتعليم وبالنسبه للخطه اللي حطتها الدوله وسياده الرئيس مبكرا، النهارده بنقول احنا على ارضيه صلبه، ردينا عمليا على كل اللي شككوا في منظومه التعليم الجديد. الحمد لله يا فندم، وان شاء الله نحاول نقدم احسن واحسن الى ان يعني نرضى جميعا عن منظومه التعليم المصريه، ده املنا كلنا. الثانويه العامه فيها كتب العام الجديد ولا ما فيهاش؟ لا يا فندم، المرحله الثانويه كلها مش هيبقى فيها كتب. هي دلوقتي كل طالب في مصر في المرحله الثانويه يمتلك جهاز تابلت ويمتلك يعني توصيله على الانترنت سواء على التابلت او في المدرسه. كل مدارس ثانوي مجهزه بالواي فاي وبالفايبر وبالخوادم وكل حاجه، تغيير بقى المحتوى الرقمي والقنوات المتاحه ليهم، يمكن 10 او 11 مصدر هيذاكروا منه، فهيجدوا احسن كتير جدا من الكتاب الورقي بتاع زمان. ولا هلاقي سلاح التلميذ ولا الاضواء ولا الحاجات دي؟ لا، الحاجات دي كل الشركات الكبيرة اللي كانت بتشتغل دي انضمت إلينا دلوقتي. أيوة. وبتشتغل معانا، بننتج الحاجات الجديدة بالتعاون مع الوزارة بمراجعة الوزارة بنموذج اقتصادي مختلف يوفر للأهالي وينمي موارد للوزارة، وفي نفس الوقت ما تبقاش فيه القصة بتاعت الكتب الخارجية. كل احنا بنعمل مع بعض كتب تفاعلية وبنعمل مكتبات دروس إلكترونية وبنعمل منصة بث مباشر غير القنوات التعليمية غير اللي هيلاقوه على منصة دروس التعلم أو إدمودو، يعني أسامي كتيرة قوي اللي بقولها لحضرتك لم تكن موجود ولا واحد منها من 3 سنين. فاللي كان بيشكك يعني أحب أسمع منه، هو كان سمع عن الحاجات دي قبل كده؟ أكيد لأ.
أكيد وأكيد لا. اللي هو بيدافع عنه كان تختة وتباشيرة وكتاب قديم فقط لا غير. يعني نظام المناهج هي ولا في تغيير؟ المناهج بيتم تغييرها بشكل ممنهج من رياض الأطفال، لأنه صعب حضرتك تغير المناهج في وسط الطريق. فكان لازم نبتدي من تحت، ده اللي بنقول عليه نظام التعليم الجديد أو نمرة 2 اللي وصل دلوقتي في ثالثة ابتدائي وبتستكمل مناهج رابعة لستة. فكده هيبقى عندنا من كي جي 1 لحد ستة ابتدائي على منتصف 21. التغيير العميق في المناهج ده طالع الدفعات، دفعة اللي ماشية اللي رايحة ثالثة ابتدائي دي أول دفعة خدته وطلع بتكبر بيه. إنما في المراحل الأخرى خفضنا كثير من الحشو في المناهج القديمة، إنما اللي بيحصل في ثانوي هو تغيير عميق في طريقة التقييم، طريقة قياس هم حصلوا قد إيه. ده اللي بيحصل في الثانوي على المناهج الأصلية. سيادة الرئيس، النهاردة انحياز المعلم ورفع الحد الضريب وبالتالي تخفيف عنهم كمان ومساعدتهم، قرارات سيادة الرئيس النهاردة هيتم تطبيقها ازاي على الأرض؟ ايه اللي يتم في هذا الإطار؟ لا هو دي كلها قرارات هيساعد فيها السيد وزير المالية، ولكن الرئيس كان بيشير النهاردة احنا طلبنا الحقيقة يعني من سيادته انه يعني الجيش المعلمين يستحق ان احنا نهتم بيهم ونحسن احوالهم المادية اكتر من كده. وهو الحقيقة استجاب وطلب انه اقعد مع السيد وزير المالية ونديله تصور عن حوافز اكثر عمقا من اللي حضرتك سمعته في الفترة الجاية، فان شاء الله السنة دي تشهد تحسين ملحوظ في احوال المعلمين عموما ونتحرك مع بعض لقدام. فدي خبر كويس ليهم جدا. يعني المعلم حاجة بتقول له كمان هتقعد قريبا مع وزير المالية عشان نشوف الحوافز اللي هنضيفها ليه المعلمين. يعني هو احنا كنا مخططين حاجات كتير مش كلها من عند وزارة المالية، احنا عاملين زي ما قلت حضرتك نماذج اقتصادية تسمح للمعلم دخله يزيد كلما اجتهد اكتر. نفضل الزيادة تيجي عن جهد مش تيجي كزيادة في المرتب الاساسي والثابت والحوافز والكلام ده. يعني عايزين نفرق بين المجتهد وغير المجتهد، او اللي اتدرب واللي ما اتدربش، او اللي هو مؤهل او غير المؤهل. يعني بنحاول نرجع عنصر الكفاءة اساس ومعيار اساسي لزيادة المرتبات. وبالتالي في عندنا كل المنصات اللي قلت حضرتك عليها هنحتاج المعلمين يشتركوا معنا فيها، سواء في تسجيل فيديوز او في مجموعات التقوية او في عمل الكتب. في كل حاجة من دول له اجر وله نصيب، ولو حتى مجموعات التقوية هيبقى اكتر من 70-80% من دخلها رايح للمعلم. فبالتالي المعلم النشط يستطيع بصورة قانونية ان هو يضاعف دخله اكتر عدد من المرات لو طبقنا الكلام ده. لا ممكن يوصل لكام مثلا؟ ممكن لا يعني ما اقدرش اقول ارقام حضرتك، انما احنا عاملين لسه هنطلع التعليمات بتاعة مجموعات التقوية، بس احنا علينا الثمن بتاع الحصة فيها فممكن يصل من اول 15 لحد 80 جنيه في الساعتين. وبالتالي لو مدرس شاطر وعنده ولاد كتير، عنده 100 واحد ولا 50 واحد في الحصة، حضرتك تقدر تضرب في الساعتين ممكن يعمل كام؟ يعني ممكن يعمل 3000 جنيه في يوم واحد في حصة في ساعتين. فدول اكتر من الدخل المرتب الاساسي اللي هو بيتعامل معاه. فاذا مشيت موضوع مجموعات التقويه في الجمهوريه كلها 60,000 مدرسه، اعتقد ده هيعود بنفع كبير على اولياء الامور، هيوفروا كتير، هياخدوا منتج احسن، والساده المعلمين هيبقى توزيع الدخل عليهم اكثر عداله، واللي بيبقى منه بيروح لتحسين البنيه التحتيه في المدرسه. التقوية دي بدل الدروس الخصوصية، ولكن في بعض الدروس الخصوصية هتشتغل، أو في بعض الناس ممكن يشتغلوا دروس خصوصية بدل. هنقدر نواجه هذا الأمر إزاي، ولا خلاص إحنا قاضين على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية تنتهي بانتهاء شهية الناس ليها وفهمهم إنها لا فائدة منها، خصوصا في المرحلة الثانوية لن تؤثر على قدرة الطالب على أداء الامتحان بشكله الجديد. إذا كانوا هم بيختاروا يعملوا كده، يجيبوا الأستاذ في البيت أو يروحوا له، ده اختيارهم. إحنا هنديهم 10 بدائل يقدروا ينقوا منها، وهي أفضل بكثير وأوفر وتوفر.
توفر عليهم كل ده، فنتمنى ان هم يثقوا اكتر فيما تقدمه الوزارة اللي هو متراجع وباسعار اقل وتحت وفي اجراءات احترازية احنا نشرف عليها في مجموعات تقوية وانتقاء المعلقين ومكان امن لولادهم. فده اللي بنوفره، الدولة بتوفره، وان شاء الله نشوف كيف يستجيب له اولياء الامور باذن الله. شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.